طب الباب بيخبط بس يا ريس، هشوف مين وارجع لك تاني. خلاص تمام، سلام. ايه الشنطة دي؟ ايه ده؟ فلوس. شنطتي، شنطتي، فلوسي. الشنطة دي بتاعتي، الشنطة دي بتاعتي، الفلوس دي 40,000 جنيه، دول بتوعي، ودي كمان فيها بطاقتي وحاجتي. طب ثواني، طيب ثواني، اتأكد ليها شنطتك. طيب اتأكد براحتك، اتأكد براحتك. اه بطاقتك اهي. ايوه طبعا دي، انا مش هكذب عليك طبعا. المشكله ان انا كنت شايله حاجات كتيره جدا، وهي وقعت مني غصب عني. الحمد لله اني لقيتها، ربنا ستر الحمد لله. ماشي اتفضلي اتفضلي، واحده واحده بس. ماشي شكرا، معلش اصلي فلوس. الحمد لله. يا حلو صبح، يا حلو طل، نهارنا ابيض نهارنا فل. يا حلو صبح يا حلو. ايه ده، هي ايه الشنطه دي؟ بتاعت مين الشنطه دي؟ انا هفتحها بقى واشوف جواها فيها ايه. ايه ده، ايه كل الفلوس دي؟ دي فلوس ياما قوي. الله، دي فيها فلوس ياما قوي. بتاعت مين الشنطه دي؟ ايه يا حبيبتي، في ايه؟ بص يا تاتا، لقيت في الشنطه دي فيها فلوس ياما قوي. اه الشنطه اللي فيها الفلوس دي، دي صاحبتها قدام هنا بتدور عليها. بجد يا تاتا؟ ايوه يا حبيبتي. ماشي يا تاتا، تروحي اديها لها. لا، هو انا مش انا اللي لقيتها عشان اديها لها، انت اللي لقيتيها، لازم انت اللي تديها لها. لا يا تاتا، تروحي اديها لها انت عشان هروح اجيب حاجه. بصي يا حبيبه قلبي، انت لو اعطيتها لها هتشكرك وهتكرمك. مش انت مثلا لما بتطلعي الاولى في المدرسه بيكرموكي كده وتبقي شاطره بيدوكي جايزه؟ هي كمان بقى لو انت اعطيتيها الشنطه دي بالفلوس اللي جوه، ممكن تديكي مبلغ منهم تجيبي بيها لعبه كبيره وتجيبي بيها كل اللي نفسك فيه. الله بجد؟ ايوه طبعا. ايه رايك؟ ماشي يا تاتا، انت شطوره وكمان امينه ومحترمه. شكرا يا تاتا. طب يلا خدي بقى الشنطه، انت اللي لقيتيها. حاضر. لازم انت اللي تديها لها. يلا بينا. يلا يلا يا حبيبتي. اتاخرتي قوي يا غزل كده، كل ده بتجيبي حاجه حلوه؟ هما راح ابص عليكي في السوبر ماركت. يا تاتا. ايه يا حبيبتي، هي فين يا تاتا؟ هي كانت هنا، مش عارفه. طب هي راحت فين؟ ايوه بصي بصي، عارفه ممكن تكون دخلت العماره اللي هناك دي. اه ماشي يا تاتا، تعالي بقى نروح لها. يلا يلا يلا. ايه ده، دي غزل، بس يا ترى مين اللي معاها دي؟ مش عارفه. ايه يا صاحبه، احكي لي. سيبني في حالي يا زميلي. انا شايفك مخنوقي. مش مخنوق ولا متضايق. هي طلعت؟ ايه طلعت؟ خلاص خلاص، يلا يا حبيبتي. هي فينها يا ترى؟ فوق يا حبيبتي، فوق. انا مش فاهم حاجه. خد يا حبيب. عوكل، بقول لك ايه يا عوكل، ايه هي غزل جات لك؟ لا ما جاتليش. غزل شعرها حلو دي، انا مستنيها. انت متاكد ان هي ما جاتش يا عوكل؟ ايوه ما جاتش. انا قاعد هنا من الصبح. يعني غزل هتكون راحت فين؟ يعني متأكد يا عوكل ان هي ما جاتش والنبي؟ اه والله ما جات، ده انا مستنيها تيجي. هتكون راحت فين غزل؟ يا رب سلم يا رب. يلا برافو عليكي. يا تن. ايه يا حبيبتي؟ هي فين تن؟ هي في الدور اللي فوق على طول. ماشي. ماشي يا حبيبتي، عارفة؟ هتديكي هدية جميلة وهتبقي مبسوطة قوي قوي قوي. بجد يا تن؟ ايوه، وتديكي فلوس بقى اللي انت عايزاها كلها، تجيبي ألعاب. يعني هتديني ألعاب؟ اه ان شاء الله. ميت. يلا يا حبيبتي. فين يا غزل؟ يا ترى انت رحتي فين؟ بقالك نص ساعة يا غزل، رحتي فين يا غزل؟ يا رب سلم يا رب، يا رب سلم يا رب. تعالي يا حبيبتي، يلا تعالي. ايه ده تن؟ ايه يا حبيبتي؟ انت معاكي مفتاح الشقة؟ ايوه، ما هي صاحبتي. صاحبتك؟ اه يا حبيبتي. ادخلي بس، انت مش فاهمة حاجة، ادخلي هفهمك كل حاجة. تعالي تعالي. ماشي.
أمية. أمية حبيبتي والنبي، شفتي غزل؟ أيوه أنا شفتها. أنا فين؟ أنا هقولك. بصي أنا كنت بلعب في شارع 80 وشفت واحدة معاها ودخلوا هما الاتنين عمارة. مع واحدة؟ أيوه. طب الواحدة دي مين؟ طب انت عارفاها يعني؟ لا أنا معرفهاش خالص، أنا أول مرة أشوفها. طب انت عارفة العمارة دي فين؟ أيوه أنا عارفة. طب تعالي معايا والنبي أشوف غزل راحت فين والنبي، أنا بدور عليها من بدري. طب ماشي تعالي معايا. حاضر. ماشي حبيبتي تعالي. حبيبتي تعالي. أنت عارفة لما تشوفك هتشكرك أوي 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 أوي. بجد يا ترى؟ أه يا حبيبتي بجد. ماشي. إيه ده، هو أنت عندك برد يا حبيبتي ولا إيه؟ لا يا ترى. لا أنت شكلك عندك برد، ده أنا حتى أنا حتى شكلي اتعديت منك يا ترى. ده مش تعبانة. لا بصي يا حبيبتي، بصي لا لازم تلبسي الكمامة. لا لا ما ينفعش يا ترى، انت بتخنقني. لا اصل انت مش فاهمة حاجة، طنط دي بتخاف من البرد جدا، بتخاف جدا من البرد، فلازم تلبسي الكمامة يا حبيبتي. برافو عليكي، هي دي هتشكرك قوي قوي وتكرمك الله وتديكي شهادة تقدير وتبقي مبسوطة وألعاب وفلوس وتبقي فرحانة قوي. ماشي يا ترى. ماشي يا حبيبتي. فين يا أمنية؟ في العمارة اللي هناك خالص دي. انت متأكدة ان هي غزل؟ ايوه متأكدة والله، انا اتوه عن غزل يعني. طب تعالي حبيبتي معايا والنبي، ربنا يخليكي تعالي معايا. طب حاضر. ايه يا عم فتح الله؟ عامل ايه يا فتح الله؟ هي مامتك مش ناوية تيجي تاخدك ولا ايه؟ انا قلبت حضانة هنا ولا ايه وانا مش عارف. امك تسيبك من الصبح لغاية اخر النهار، ده ايه الشغلانة دي؟ السلام عليكم. عليكم السلام درجات. في واحده كانت طالعه هنا ومعاها بنتي، بنتي صغيره كده لابسه بنطلون جينز ولابسه عليها تيشرت كده منقط اصفر في ابيض. بص يا عمو فهموني، اهدوا بس كده، اهدوا فهموني في ايه. انا اقول لك، في طنط كده كان معاها بنت صغيره ماسكه ايديها وطلعت من هنا. فين؟ يعني بنتي شعرها طويل. اه بنت يعني اقصر من بنتي دي شويه ولابسه بلوزه منقطه كده اصفر في ابيض. بنت صغيره وشعرها كده ناعم. ايوه ايوه دي بنتي انا. ما عندي ميس ايه بتاخد درس. ميس ايه؟ ميس ايه؟ ميس ايه مين؟ واحده مقنطره مني وبتدي دروس لسه مقنطره جديد. بصي جزاها الله كل خير والله. عارفه بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ تاخد الطالب من بيت اهله تيجي تديله درس وتروح توديه تاني. طب هي في الدور الكام؟ طبعا هطلع لها اخد بنتي. إيه؟ بنتي فوق. طب ماشي. لا ما انت ما تطلعيش، لازم اطلع انا معاك. طب تعالى معايا. مفكره العماره دي اي حد يدخل ويطلع؟ لا لازم باذنك. تعالى معايا. طب ماشي يلا. تعالى معايا. ما تقلقيش. ماشي. مش انت اللي عطيالها؟ لا لا ايه، انا مش عطيال حد، انا بنتي كانت رايحه تشتري حاجه حلوه، انا بدور عليها من بدري. تشتري حاجه حلوه بتدور عليها؟ مين ميس ايه دي؟ انا ما اعرفش حد اسمه ميس ايه. يعني انت متاكده اللي هي بنتي؟ والله العظيم دي بنتي، دي غزل بنتي. انا ما صاحبتها شافتها. انا صاحبتها. شفتها يا عمو؟ شفتيها دخلت هنا؟ ايوه شفتها. لا تعالي نخبطها. أيوة على دي بنتي قدام الحق بنتي. ماشي بالراحه. ماشي 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 يا سرعه والنبي. يلا انت واقف بتعمل ايه؟ تعالي. ماشي تعالي. يلا يا استاذ فتح الله خليك هنا، خليك خلي بالك. ها اوعى تروح كده ولا كده. ماشي خلي بالك من العمارة. ها ماشي حبيبي. ايوه اشتغل معايا كده. ماشي. فين 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 انا وشقة؟ ما تقلقيش يا مدام، ما انا طالع معاك. ولا دي بنتي؟ بنتي ما قلقش. ايه دي بنتي؟ سلام عليكم. ايه يا عم محمود؟ باشمهندس ايه؟ لا مفيش حاجة، ظبطت لك العربية باشمهندس كله تمام والله. خلاص تمام. لا 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 المدام بنتها كانت عند ميس آية هنا، ما انت عارف الميس الجديدة. ميس مين دي؟ ميز بقر الشقه ديت. بقر الشقه؟ اه بقى لها 3 ايام اهو مأجر الشقه وبتدي دروس بصراحه وما شاء الله عليها. انا بقول لك بنتي ما كانتش رايحه درس، انا بنتي كانت رايحه تجيب حاجه حلوه وصاحبتها شافتها ماشيه مع واحده، فانا بسالها وبدور عليها لقيت امنيه صاحبتها غزل بنتي. بقول لها فين غزل يا امنيه؟ شفتيها؟ قالت لي اه شفتها ماشيه مع واحده. جينا سالناها قال لها دي مدرسه، انا بنتي ما بتاخدش درس مع ميس اسمها ايه. يعني انت يا استاذه ما تعرفيش الميس اصلا؟ لا ما اعرفش ميس اسمها ايه والله. بنتي رايحه تجيب حاجه حلوه. حبيبتي انت متاكده ليه بنتها حبيبتي؟ ايوه متاكده والله يا عم. طيب طيب سهله باذن الله سهله. طمني بس. ماشي. عم محمود قول لي البطاقه بتاعتها مكتوب فيها ايه يا عم محمود؟ ايه البطاقه بتاعتها مكتوب عليها ايه؟ مدرسه ولا مكتوب فيها ايه؟ لا ما 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 انا ما خدتش البطاقه لسه بتاعتها. انت بتتكلم ازاي يعني يا عم محمود؟ ازاي يعني يا عم محمود دخل حد الشقه وما تعرفوش وما تاخدش منه بياناته الشخصيه يا عم محمود؟ ما قالت لي مدرسه يعني مدرسه هسالها على البطاقه مش مهندس. انت بتهزر ولا بتتكلم بجد يا عم محمود؟ ايه يا عم محمود مالك؟ ازاي يعني؟ مش هتاخد منها البطاقه بتاعتها قبل ما تدخلها الشقه يا عم محمود؟ قالت لي مدرسه هنا يا عم محمود العماره دي فيها عائلات، ما ينفعش تدخل اي حد كده وخلاص. طب والنبي خبطه بس
حاضر يا استاذ. استنى بس يا استاذ. تعال. يا رب سلم يا رب. تلاقيش. مالهاش ايه بس مالهاش ايه مش مدرسة شكلها. طب الباب بيخبط بس يا ريس، هشوف مين وارجع لك تاني. يا ريس ما تقلقش كل حاجه تمام. طب ماشي هشوف بس مين على الباب وارجع لك. ماشي يا ريس. ايوه مين؟ السلام عليكم. ايوه في ايه في ايه؟ ازيك يا ميس؟ دلوقتي كانت في طالبه طالعه مع حضرتك، احنا امها ايه؟ ايوه بنتي انا، بنتي انا فين؟ في حضرتك كانت معاكي بنتي في الشارع. ايه ست؟ ايوه طيب ماشي ماشي بس حضرتكوا يعني انا مش فاهمه في ايه، يعني حد يطلع كده يخبط على باب حد يقول له بنتي عايزين بنتها يا فندم. نعم بنتي غزل بنتي شو اللي مسكت بابا ليه؟ انا مش فاهمه حضرتك، البنت دي ريحتها الغد غزل بنتي ايه بس غزل غزل فوقي معايا غزل امي غزل عملتي ايه بنتي حرام عليك؟ ايه ثواني ايه يا ميس؟ مغزل ايه يا ميس اللي بيحصل ده يا ميس؟ مش فاهم مش فاهمه حاجه، فهموني انتوا ايه اللي بيحصل؟ ويا غزل معايا والنبي يا حبيبتي بنتي يا ميس انت تعرفيها دي؟ البنت لا، البنت دي انا شفتها دايخه في الشارع وكانت تعبانه جدا. دايخه ازاي انت طالعه وهي بتتكلم معاكي؟ وايه الكمامه دي؟ هي البنت اللي باين عليها مخدر. لا داخل عليها دور برد، فقلت لبست ماما عشان ما تعدينيش. انت تعرفيها؟ انا ما تعرفيهاش تاخديها معاكي؟ هو البنت داخل في الشارع اسابها في الشارع دايخه وانا شايفها بس عليكي؟ انت ازاي شفتها بتتكلم؟ اهو انت مدرسه؟ سيب بس ايديها حضرتك. انت مدرسه؟ ايوه ثواني بس ثواني. مصيبه انت بتعملي مصيبه كده في العيال صح؟ سيب ايدي. طيب سيب ايدي انت بتتكلم. انا بس ثواني يا باشمهندس مش فاهم حاجه. اوعى ايدك كده اوعى ايدك. مش فاهم حاجه يا باشمهندس. ديت تخطف العيال ومطلعه هنا مأجره منك الشقه عشان تخطف فيها العيال وما رضيتش تديك بياناتها الشخصيه ولا بطاقتها علشان يبقى الموضوع سهل ومحدش يعرف يكشفها، والعماره هنا عندنا ما فيهاش كاميرات يعني محدش هيعرف يجيبها خالص. يعني الحمد لله الحمد لله اللي البنت دي شافتها وهي طالعه العماره. الحمد لله انا ما بخطفش حد. اوعى ايدي. امبارح كانت طالعه مع بنتي برضه وابوها نزل بيها شايلك. هي بتقول لي ما انا قلت ابوها نزل بيها. ابوها ما اعرفش ابوها يا ماما لا ابوها عشان تاخدها معاك البيت. بتقول لي بديها تاخدها عليك الناس في الشارع. هو تاخدها معاك البيت بسبب اتجاه ايه؟ انا غلطانه. ايه ده؟ غلطانه؟ هنعمل ايه يا باشمهندس؟ يا باشمهندس يلا بينا على الاسم دلوقتي. ايوه بس طب ثواني على الاسم. طب ثواني طب ثواني بس ثواني والنبي اسم ايه طيب؟ طب ودي اللي حصل ايه؟ ماشي انا بتعملي ايه؟ انا هفهمكم كل حاجه. قولي بقى مفيش. قولي انت هتودينا في داهيه. هو يعني هو في واحد يعني هو اللي قال مثلا ان انا اخطف البنات كده من الشارع وخطف الناس عليهم. خطف ده انت حياتك. اقول لك ايه؟ خطف عندنا في العماره، عندنا عيال في العماره على محمود. عامل ايه الذنب؟ اقول لك ايه؟ ما الغلط عليك خلي بالك انت هتتجرى في الاسم. لا والنبي مش والنبي خلاص. لا هتتجرى في الاسم مش عارف ليه؟ عشان ما تاخدش بياناتها الشخصيه يا عم. يا نهار ابيض. شيل كام عيال يا محمود؟ تعالى يا باشمهندس. تعالى يا باشمهندس. تعالى.